رح نكفي معكم ورح نسمع اغنيتكم الجديده هالمره لايف منكم لغه العين وبنرجع نحكي عنها شوي. يلا قالت لي لو في مني اثنين اي وحده منا تختار انا اللي افهم لغه العين ولا هي قلنا تحتار قلت لها بكل الوجود مثلك انت ما لاقي اثنين لكن لو فرضنا موجود اختار انا لغة العين قالت لي لو في مني اثنين اي وحدة منا تختار انا اللي افهم لغة العين ولا هي كل تحتار قلت لها بكل وجود مثلك انت ما لاقي اثنين لكن لو فرضنا موجود اختار انا لغة العين قالت سالتني بلحظة جنون لو انا غيرك هويت هل تقدر تسامحني يوم ولا تجافيني ما حايت السؤال ما تحتاجي تسألي لو حبيتي غير إنسان ساعتها أجاوب عليه قالت لي لو في مني اثنين أي وحدة منا تختار أنا اللي أفهم لغة العين ولا هي قلنا تحتار قلت لها بكل الوجود مثلك انت ما لاقي اثنين لكن لو فرضنا موجود اختار انا لغة العين كنتي معكم هلا بعيد الموسيقى مع هالاغنيه الحلوه واصواتكم الحلوه بشكركم كثير لوجودكم معنا حابين تقولي اكيد انا كمان لكم مغنيه كثير حلوه ونحن كثير مبسوطين انه عم نحتفل بهالنهار معكم مع عيد الموسيقى مع هالاصوات الحلوه تبعكم بدي لكم بدي اطلب منكم انا بس رساله اذا حابين توجهوها لكل اللي عم بيحضرونا هلا وعم بيحضروا روتانا كافي. اول شيء احنا طبعا نشكر قناه روتانا اللي هي يعني فعلا داعم الفن العربي ونشكر كل اللي شاهدونا واللي يعني اللي اتصلوا واللي ما قدروا يحصلونا واحنا يعني دائما يعني املنا انه ننشر السعاده يعني للناس هذا هو املنا الوحيد. انا بس بدي اقول لكم عن جد كثير انبسطنا فيكم كثير تاثرنا باصواتكم وبرسالتكم هيك الجميله واللي اكيد وصلت اصواتها وانغامكم على كافه الدول العربيه وبهالمناسبه بدي اوجه تحيه لكل اللي جربوا يتصلوا فينا بهالحلقه وللاسف بسبب ضغط الخطوط ما قدرنا ناخذ كل الاتصالات اكيد اصواتكم ومحبتكم ليو تي ان 1 كثير ظاهره ونحن كمان بدورنا بروتانا كافيه وبكل روتانا بندعمكم وبنقول لكم ان شاء الله كمان صوتكم هيك يوصل على الاعلى ونحن اكيد رح نضلنا متابعين اعمالكم كثير انبسطنا بوجودكم جود لك بالغربي وبالعربي ان شاء الله نزوركم مره ثانيه يعني ونسلم على كل الفانز نحن نوعد فيكم هلا رح نتوقف مع بريك وبعد البريك بنتابع حلقتنا من روتانا كافيه.